إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذا المرض هنا، المرض ما هو صفته؟ إذا تتلى عليه آياتنا ماذا قال؟ قال أساطير الأولين. تأتي الآية تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا مرض. الآية الرابعة بعد العاشرة تتحدث عن المرض. أما أعراض المرض ما هي؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول. أساطير جمع لأسطورة وهي الخرافة، الشيء الذي لا أصل له، أو أساطير مأخوذة من السطر، يعني ما سطره الأوائل، ما كتبه الأوائل. هذا العام كانت الأمم السابقة تواجه أنبياءها بهذا القول، فحينما يأتون لإرشادهم، لتبليغهم، لتهذيبهم، قالوا هذه أساطير الأولين، آخرة، قبر، عذاب، موت، إله، ملائكة، عرش، سماء، هذه أساطير الأولين، دعونا عنها. لكن نحن قلنا الآيات الشريفة لا تفسر فقط في السبب الذي نزلت فيه، وإلا ستموت الآية، وإنما الآيات تبقى حية، وحياة القرآن في جريان الآيات القرآنية في تفسيرها المناسب لكل زمان ولكل مكان. وهذا هو معنى حياة القرآن في روايات أهلنا. وإلا الإمام يقول إذا كانت الآية تفسر بصاحبها الذي نزلت فيه فإذا مات ماتت هذه الآية، لكن الآيات تفسر مع كل زمان. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قلت أساطير إما أسطورة يعني خرافة، وإما أساطير شيء صدره الأوائل. هذا المعنى موجود في حياتنا الآن. حينما تتلى أحاديث أهل البيت، حينما تتلى فضائل أهل البيت، حينما تتلى الأخبار التي تتحدث عن مقاماتهم المحمودة، طائفة من الناس تقول هذه أساطير إسرائيلية خرافة، طائفة من الناس يقولون دعونا من هذا الكلام، حديث عن الإمام الحجة، حديث عن الإمام المهدي عليه السلام، حديث عن أهل البيت، هذه أحاديث لا تتناسب والواقع الموجود. يعني الفارق أنهم ما قالوا هذه الكلمة، وإلا القرآن لا يقصد هنا أن الذين في قلوبهم الرين لابد أن يقولوا أساطير الأول، مقصود المعنى وإلا ليس مقصود اللفظ؟ لأنه الأمم السابقة منها ما كان يتكلم بالسريانية، منها ما كان يتكلم بالعبرية، ما كان يتكلمون بالعربية، بأساطير الأولين كلمة عربية. اليهود وسائر الأمم الأخرى حينما يأتي أنبياؤهم إليهم يكلمونهم بألسنتهم، والأمة تتكلم بلسانها، فيقولون أساطير الأولين باللغة السريانية في الزمان الذي نزل فيه ذلك المؤمن، أو بالعبرية أو بغيرها من اللغات الأخرى. فأساطير الأول ليس المراد أن يكون هذا الناس بحدود لفظه أيضا، الحال الواقع العملي آياتنا، آيات الله في الكتاب الكريم، ما تفسيرها في الروايات الشريفة؟ إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشريفة، آيات الله، آياتنا مفسرة بأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في الروايات الشريفة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذا الواقع العملي موجود. إذا كان الحديث عن أهل البيت تجد طائفة من الناس تقول هذه أساطير خرافات إسرائيليات أخبار موضوعة إلى آخره، وطائفة من الناس يقولون إن هذا الكلام لا يناسب هذا الزمان، كلامهم هو الذي يناسب هذا الزمان، أفكارهم السخيفة هي التي تناسب هذا الزمان، ليس فكر أهل البيت هو الذي يكون مناسبا لكل زمان ولكل مكان، وإنما ما تنتجه قرائحهم المريضة وأفكارهم الوسخة هو الذي يكون مناسبا
لزماننا ولحياتنا. فأساطير الأولين هي هذه الأقوال التي يقولونها. هؤلاء هم الذين ران على قلبهم، هؤلاء هم الذين تسلط الرين على قلوبهم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، وهذا ردع شديد هنا، كلا، ليست هذه بأساطير وليست هذه بأقوال صحيحة. كلا، وهو ردع شديد، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وإنما هذا مرضهم، هذا الرين الذي ظهر في قلوبهم، هذا الرين الذي تلبس بقلوبهم.